اكتر من كده. مش هو وصل المفروض كل مواطنه او كل ام ليها علبتين في الاسبوع؟ ده بس الشركه اللي بتعمل كده العلبتين، انما احنا بندي كميه الشهر كلها 8 علب على بعض لكل طفل. في المنافذ بتاعتنا حسب وزن الطفل. فهو الكميات اللي كانت بتتباع كلها بتاعت الشهر. يعني ليه؟ احنا بنصرف مره كل شهر. انا في رايي ان عشان الست ما تبقاش راحه جايه المواصلات والبيبي على ايدها يعني، واحنا محتاجين ان احنا نوزنه ونشوف وزنه وطوله كل شهر عشان نتابع النمو بتاعه. الحاجة التانية أنه وصل بيع من المنافذ ل 2500 علبة في المنفذ الواحد في اليوم من منافذ الشركة، أكتر من النسبة اللي كانت مقررة أنها مسموحة لهم بالبيع، وابتدت المعدل ده يزيد كل شوية.